كثيرا ما يسأل الأخوة المستمعون شيخ صالح عن اختلاف الناس في الصيام والفطر، فتجد أناسا يبدأون الشهر بالصيام قبل يوم أو يومين من أناس آخرين ويفطرون بعد ناس أو قبلهم وهكذا. فما هو تعليق فضيلة الشيخ صالح وما هو توجيهكم للناس، ولا سيما إذا كانوا في بلد واحد أو في دولة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الموضوع ببيان شاف قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته يعني الهلال وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. هذا من ناحية القول. ومن ناحية العمل فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه من أخبره أنه رأى الهلال فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام بناء على الرؤية. فالأمر معلق برؤية الهلال عند الصيام وعند الإفطار. فإذا رآه أهل البلد، وليس من شرط ذلك أن يراه الناس كلهم، فلو رآه واحدا من المسلمين وهو ثقة فإن المسلمين يصومون برؤيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ابن عمر أنه رأى الهلال فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. كذلك لما أخبره الأعرابي أنه رأى الهلال صام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. فإذا رأى الهلال واحد فأكثر من المسلمين فإنه يجب على المسلمين الذين في الدولة أو في البلد أن يصوموا إذا ثبت ذلك عند القاضي، عند القاضي الشرعي أو عند المفتي المعتمد للمسلمين. ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن المسلمين في الصيام أو في الإفطار، لأن المسلمين جماعة واحدة يصومون جميعا ويفطرون جميعا. أما إذا كانت البلاد متباعدة وكان هناك اختلاف في المطالع، لأن المطالع تختلف على الصحيح من قطر إلى قطر، فلكل قوم رؤيتهم، لكل قوم من الأقاليم التي تختلف فيها المطالع لهم رؤيتهم، فيصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم. فالأمر واسع ولله الحمد، ولا مجال للاختلاف في هذا، لأن الأمر محسوم من قبل الشارع. فالإفطار على رؤية الهلال والصيام على رؤية الهلال. وإذا رآه أحد من المسلمين فإنه يجب على كل المقيمين في الولاية أو في الإقليم أو القطر الذي لا تختلف فيه المطالع، يجب عليهم جميعا أن يصوموا. وإذا لم يروا الهلال ليلة 30 من شعبان فإنهم يفطرون ويكملون عدة شعبان 30، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.